السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم بفلوق جديد. طبعا هذا فلوق خفيف جدا بإذن الله يعجبكم. وش الفلوق عبد الله؟ خليفة يا جماعة عنده مباراة في النادي. هذه أول مباراة في النادي لك صح؟ إيه أول مباراة. أول مباراة لخليفة في النادي. متحمس يا خليفة؟ والله مرة متحمس. يلا عاد شد حيلك إن شاء الله، وكل شيء بإذن الله راح نصوره في هذا الفلوق. فقبل أن نبدأ يا جماعة الخير، انزل تحت واضغط على زر اللايك واشترك في القناة إذا ما كنت مشترك، وفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد. فهيا بنا خلينا نروح. يلا طبعا خليفة على طول لبس جديد وحركات حق النادي. المعلومة يا شباب مباراة ودية، يعني ما هي مباراة في الدوري، مباراة ودية بس. خلينا نقول بسم الله ونتوكل على الله. طبعا يا جماعة الخير احنا طلعنا بدري الحين تقريبا الساعة 2:30، فالمدرب حق خليفة ارسل رسالة قال لابد تكون موجود الساعة 2:30، وما ادري المباراة الساعة كم يعني. فالان متوجهين للنادي. طبعا يا جماعة الخير هناك النادي، فانا لازم ادور وهذا اخذ لفة كاملة عشان ادخل النادي بسبب الاعمال اللي قاعدين تشوفونها قدامكم. هذه زي ما تشوفون هذا الاشغال اللي اتكلم عليها، هذا هو المدخل حق النادي. اوكي نوقف بسم الله. يلا يلا انزل يلا. حط لايك واشتراك. كفو كفو، معانا الكابتن عبد الرحمن مبارك. الحمد لله. متحمس المباراة؟ ايه. يلا شد حيلك ان شاء الله وتجيب هاتريك ان شاء الله. انت افضل لاعب الفريق؟ ايه. الحمد لله افضل لاعب الفريق حق خليفة. اكيد اكيد اكيد. كفو كفو. طبعا هذا فريق الخصم. مصرال تلعب مع مصرال ها؟ ما شاء الله بتلعبوا بيلعبون ضد خليفة اليوم، فشدوا حيلكم. طبعا يا جماعه الخير حطينا خليفه في النادي هناك ورا، ولسه يعني يبيلهم يسخنون وما ادري ايش، فانا رايح اصلي الحين، فعلى ما يتجهزون بروح اصلي وارجع، وان شاء الله انهم يكونون بدون لعبه عشان اقدر اصور. فالحين متوجهين للمسجد حق النادي باذن الله. طبعا يا جماعه هذا النادي من برا، هذا الولد. السلام عليكم. زي ما تسمعون اذن الحين صلاه العصر، اسمعوا. الان متوجهين للمسجد ان شاء الله. هذا يا جماعه زي ما تشوفون المدخل حق اداره نادي الخور. تشوفون هذا المبنى. طبعا النادي يا جماعه الخير في مسبح، هنا المسبح وراي، فخلينا نشوف اذا نقدر ندخل ولا لا. يا جماعه الخير شكله مسكر، بس زي ما تشوفون هناك المسبح، وهناك اتوقع صاله الجيم داخل، وهنا غرف تبديل ملابس اتوقع او شيء زي كذا. فللاسف شديد مسكر. نسيت اوريكم يا جماعه الملعب اللي يتمرنون فيه الفريق الاول، فخلينا اوريكم من برا كذا بس لمحه. هذا هو زي ما تشوفون، هذا هو الملعب يا جماعه، هذا هو الملعب اللي يتمرنون فيه الدرجه الاولى الكبار. اي درجه اولى؟ درجه ثانيه هم الحين. برضه يا جماعه يا ملعبت في هذا الملعب احس اني قاعد استرجع الذكريات ما ادري ليش. طبعا من هنا يدخلون اللعيبه، وبعدين من غرفه تبديل الملابس يدخلون للملعب عشان يلعبون. خليني الحين اوريكم الملعب اللي يلعبون فيه الدرجه الاولى او الفريق الاول. شوفوا يا جماعه هذا استاد الخور، ها يسمى باستاد الخور. اوكي شوف هذا هو استاد الخور. طبعا الحين في استاد البيت، ما عاد في استاد الخور، حتى لو تشوفون قاعدين يكسرونها. على فكره يا جماعه بعطيكم معلومه، في كاس العالم كان هذا المقر او المكان حق التدريبات للمنتخب المكسيكي، فكان المكسيك هنا يتدرب. زي ما تشوفون هذا هو، ما اعرف والله ليش قاعدين يكسرونه، لكن اكيد في سبب، او ممكن يسوون صيانه ولا شيء. المهم يا جماعة بعد ما وريناكم نادي الخور والملعب اللي يتمرنون فيه والملعب اللي يلعبون فيه، الحين متوجهين للمسجد. زي ما تشوفون هذا هو المسجد. المهم يا جماعة الخير بعد ما خلصنا من الصلاة الحمد لله ربي يتقبل ان شاء الله، فالحين راجعين لخليفة خلينا نشوف وش سوى. فهيا بنا. لا تقول لي يا عزيز المشاهد انك الى الان ما ضغطت على زر اللايك، ترى بنزعل من بعض، خلينا نكون حبايب. لا لا ايش دعوة نزعل من بعض يا جماعة الخير، كلها ضغطة يعني ما راح تخسر شيء والله، اضغط على زر اللايك وشوف كيف راح تسعدني. فيعطيكم العافية. هذا هو الملعب، يلا خلينا نشوف وين خليفة. طبعا يا جماعة الخير قالوا طلعوني في طلعني في الفلوق، فهذا فريق ام صلاة. نادي ام صلال ها؟ ايه. يلا يلا روح روح الكابتن ويبيك شق الخار اليوم. شق الخار؟ يلا خلينا نشوف. قول لهم قول اعطوهم كلمة، حطوا لايك، حطوا لايك واشتراك. يلا حمني. يلا ان شاء الله قول. تعال بس دي كمل البث. ايه. Thank you.
المهم يا جماعة خلاص راجعين البيت ومعانا خليفة خلاص خلص المباراة. ها خليفة كيف المباراة؟ والله صراحة بدعت يعني بس ان الوقت يعني ما كفى لان اصلا لعبت 5 دقائق تقريبا بس ان بدعت في هذه 5 دقائق. يمكن لان اول مرة يلعب معاهم عرفتوا فان شاء الله مع المباريات بيلعب وقت اكبر ان شاء الله. الحين راجعين البيت ان شاء الله. المهم يا جماعة الخير وصلنا البيت بس يا اخي المنظر اللي قدامي بصراحة ما يتفوت بحاول اصوره على السريع. طبعا اذن المغرب خلينا نلحق بطلع فوق السطح في البيت واصور لكم المنظر منظر الغروب شيء 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 جميل يا جماعه لون السماء والله ضروري هذا ضروري تصور وجوالي طاح ان شاء الله ما انكسر ان شاء الله ما من الحماس هذا وضربه خفيفه الحمد لله ما صار في شيء الله يخليك نطلع يلا يا ساتر وش ذا يا سلام المنظر يا للجمال والروعه ما شاء الله تبارك الله شوف 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 يا سلام شوف شوف السماء هناك يا الله احس التصوير ظالم المنظر يا جماعه والله احس التصوير ظالمة المنظر ايش هذا ما شاء الله تبارك الله انا احب يا جماعه والله احب هذه الاشياء احب منظر الغروب ومنظر الشروق هذا يعني احسن شيء اصلا احسن جو ممكن تطلع فيه الصباح والمغرب فشوف المنظر هذه حارتنا على فكره زي ما تشوفون هذه حارتنا حارتنا الجميلة كل شيء ممكن تشوفه من هنا النادي اللي كنا فيه هناك واستاذ البيت برضه من ورا عندنا الجامع برضه قريب والمول برضه قريب المهم يا جماعة بوريكم فيديو قديم جدا بالنسبة لي هذا الفيديو ما أتوقع أي أحد شافه ولا أحد يعرف عنه أي شيء الفيديو زي ما تشوفون قدامكم تقريبا قبل 7 سنوات يعني تقريبا في عام 2016 واللي ما يعرف يا جماعة أنا كنت أتابع يوتيوبرز قدامه أيام مجرم جيمز دحم 3 ساعات وهذول اليوتيوبرز أيام الجيل الطيب هذاك فكنت أتابع وقتها قلت عبد الله ليش ما تفتح لك قناة اللي هي هذه القناة اسمها عرب جيمر كنت انزل فيها العاب كلاش اوف كلانز والامور هذه فزي ما تشوفون سويت هذا الفيديو انت عينك على عنوان بس تحدي الزباله مع عبد الله ما ادري ايش كنت اسوي وقتها الحين راح نشوف الفيديو مع بعض خلينا نقول بسم الله ونبدا برده الفعل طبعا زي ما تشوفون الفيديو 19 فبراير عام 2016 فخلينا نشوف الفيديو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته معكم ظامين امين 3 ساعات اليوم جانا لكم مقطع جديد يا ساتر يا صوت يا ساتر السلام عليكم معكم عبد الله امين امين 3 ساعات اوه بنيدي 3 ساعات هذا كان اسم القناة هذا كان اللقب وقتها الحين بحضرم اول كان اسمي بنيدي 3 ساعات ما ادري ايش الاسم هذا فالصوت الصوت الصوت يا عبد الله الصوت ايش هذا عبد الله قرب شوف والله لا تصوير ولا صوت ولا اضاءة ولا اي شيء شوف كيف كانت البدايات يا جماعة انا معي عبد الله وراح نلعب كورة شو اسمه ندخلها بالزبالة تحدي الزبالة في احد يسوي تحدي الزبالة خلينا نشوف التحدي يحاول يدخلها بالزبالة لكنه ما جاب يا الله الحوش يا جماعة الحوش شوفوا إلى الآن على فكرة من هذاك الوقت وإحنا نلعب حتى قبل يمكن قبل كان عندنا جيران هنود فكنا كل عصرية يجون عندنا الحوش نلعب كورة نسوي فرقين نقسمهم ونلعب كورة وقتها كان عمري كم تقريبا كنت نفس فؤاد وخوي تقريبا ونفس الحوش إلى الآن فذكريات ذكريات الحوش ذكريات هذا أنا الحين جبتها بالزبالة ولي نقطة 1-0 يا الله ايش هذا ايش التحدي التعبان هذا طبعا يا جماعة انا اللي فزت بالتحدي باختصار شديد يعني ما راح نطول خلينا نشوف النهاية كيف طبعا زي ما شفتوا التحدي ان شاء الله يعجبكم ان شاء الله يكون فنان اعجابكم ما عجبنا التحدي ما عجبنا التحدي ابدا لايك شير سبسكرايب تواصل يا عبد الله طبعا هذا لو تشوفون عبد الله كيف الحين صار رجال خلاص واتوقع بيشوف هذا الفيديو فعبد الله لا تضحك على نفسك ها فضحناك اليوم يا الله الفيديوهات هذه طبعا في فيديوهات كثيره يا جماعه قديمه جدا ما ادري وينها ما اعرف اذا تبون دورها ما عندكم اي مشكله نشوف صورنا واحنا صغار وبس والله يا جماعه هنا وصلنا لنهايه هذا المقطع اتمنى منكم اذا عجبك هذا المقطع انزل تحت واضغط على زر اللايك واشترك في القناه اذا ما كنت مشترك وفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد وبس والله يعطيكم العافيه نشوفكم على خير ان شاء الله مع السلامه